طبعا بعد 3 شهور كما ذكرت عبد الله من المكوث في المنازل، اللياقة البدنية صارت نازلة عند أغلب الناس، طبعا يحاولون يستعدون نشاطهم خاصة خلال الأسبوعين الماضية مع انطلاق أو عودة الأندية الرياضية. طبعا هناك بعض الأساسيات التي من المفترض بالشخص الراغب في ممارسة الرياضة أن يطبقها خلال الفترة هذه، اللي هي عودة النشاط الرياضي. طبعا كان كما ذكرنا 3 أشهر ما هي بسيطة، يعني الكثير زاد وزنه والبعض فقد لياقته، وخلال الفترة هذه يستطيعون أن يرجعون لممارسة الرياضة، لكن في أساسيات وفي حاجات ممكن يطبقها الشخص عشان يستعيد لياقته البدنية. طيب الحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا أحمد هلال، وهو مدرب شخصي ومختص في اللياقة البدنية. نرحب فيك كابتن أحمد، نقول لك يعطيك العافية وصباح الخير عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد انقطاع 3 أشهر، الشخص اللي راغب في ممارسة الرياضة وحاب يرجع يزاول الرياضة، إيش النصائح اللي توجهون لها كمدربين مختصين في ممارسة؟ في نقطة مهمة جدا، إن الشخص ريح 3 شهور 4 شهور ما ينفعش يرجع بنفس الكفاءة، لازم يرجع تدريجيا لممارسة الرياضة، لازم يمشي على أجهزة الكارديو، لازم يعمل تمارين اللي هي التمارين الهوائية، لازم يتمرن تمارين البطن بوش أب اللي هو الضغط، تمارين العقلة، تمارين السكوات فاضي، تمارين لانجس عشان يلف على كامل الجسم كله. طيب الفترة كم تستغرق هذه حتى يستطيع الشخص أن يقول رجعت لياقتي زي أول؟ بيختلف على حسب استجابة الشخص من شخص للتاني، بس عامة بياخد من أسبوع إلى أسبوعين علشان الشخص يستعيد كامل لياقته زي الأول، بيرجع شويه شويه للتمارين اللي هي جوه على اجهزه الحديد، مش الفري ويت، الاجهزه اللي هي بالاوزان. طيب التغذيه مهمه جدا، اقرانها بالتمرين، لكن تحدثني متى يستطيع الشخص انه يطبق نظام غذائي، او هل من المفترض اني مع ممارسه الرياضه ان يطبق النظام الغذائي خاصه مع بداية التمرين؟ وضروري جدا الواحد يبتعد عن الدهون، يبتعد عن السكريات، يبدأ ينظم وجباته، يبدأ يعني يشرب مية بوفرة، لأن شرب المية مهم جدا، زائد أنه هو ينام بدري وما يسهرش، ده كله مرتبط ببعضه. لو كان صعب على الشخص كابتن أحمد أنه يطبق نظام غذائي وبرضه يمارس الرياضة، هل تنصحون أنه فقط في البداية يمارس الرياضة وبعدين مستقبلا يستطيع أن يقوم بتنظيم وجباته الغذائية؟ هي في أشخاص عنيدين فعلا، يعني بيجي يكلمك في الأول يقول لك أنا ما أقدرش ألتزم ببرنامج غذائي أو ده، فما ينفعش أن أنت تضغط عليه زيادة، لا سيبه براحته لمدة أسبوع أسبوعين، تحاول تقنعه شوية شوية أنه يلتزم ببرنامج تغذية، لما يلاقي التطور ويلاقي نفسه بيتحسن هو من نفسه خلاص بيقتنع بكلامك. ماذا عن الحديد أو الأوزان أو الرياضات اللي استخدم فيها الأوزان، تنصحون فيها الشخص أن بعد ما يكون يكتسب لياقة أن يمارسها، أو لا يفضل أن يستمر على اللياقة البدنية أو التمارين السويدية بشكل عام؟ نفس الشيء بيرجع من شخص للتاني، في أشخاص بيجي يقول لك بس أنا عايز أنحف، عايز أخس بس، مش عايز أبني عضلات ولا حاجة، لكن بوجه عام لو الواحد عاوز يخلي شكله كويس، جسمه يكون متناسق مشدود، لابد ان هو يدخل على الحديد، ومش معنى ان الواحد بيتمرن حديد ان هو هيكون عملاق، لا بالعكس، تمارين الحديد بتشد الجسم وبتبرز العضلات شويه مش كتير، وده كله بيرجع للتغذيه في الاول وفي الاخر. يعطيك العافيه كابتن. الله يحفظك، شكرا. الله يسلمك. نعم سارو عبد الله، طبعا زي ما ذكر الكابتن احمد هناك العديد من الخطوات اللي يقدر يتبعها الشخص عشان يرجع لياقته البدنيه. يقدر يخف شوي يعني منها المشي على السير، ممارسة بعض الألعاب الهوائية، تمارين البطن، تمارين الضغط أو المعروف بالبوش أب. طبعاً هذه التمارين كلها تساعد الشخص أنه يقدر يرجع للياقة البدنية وممارسة الرياضة شوي شوي. جميل. طيب كيف شايف الإجراءات الاحترازية في النادي يا فيصل، وكيف شايف أيضاً تعاون الناس؟ يعني اليوم نتحدث مع مرور الأيام إن شاء الله أنها ما تخف الإجراءات، كيف راصدها؟ لا بالنسبة لي أنا جاي حتى أطمن عبد الله، ترى أنا ناوي أخف، يعني أنا زايد 10 كيلو خلال فترة الحجر، فهذه من الحاجات اللي قاعد أخطط لها أني ممكن أرجع للنادي مارس التمارين مرة ثانية، قاعد أشوف الإجراءات، يعني فعلا الإجراءات قاعدة تطبق، يعني زي ما تشوف عبد الله طبعا أجهزة السير تشوف في بعضها مزودة بأشرطة لاصقة، طبعا هذه الأشرطة عشان يكون هناك تباعد جسدي بين اللي يتدربون على نفس الأجهزة
كذلك هناك تعقيم مستمر، أنا قاعد ألاحظه على الأجهزة وفي ملصقات أصلاً حتى تحذيرية لجميع المتدربين أنهم يستخدمون المعقمات ويستخدمون التعقيم لهذه الأجهزة قبل ممارسة الرياضة وبعد ممارسة الرياضة. يعني الشخص مطلوب منه أنه يعقم الجهاز باستمرار، يعني قبل ما يمارس الرياضة وبعد ما يمارس الرياضة. كذلك في فريق مختص يقوم بالتعقيم بشكل مستمر. جميل، يعطيك العافية فيصل حسن. ما قصرت يا فيصل، شكرا جزيلا.